الساعة والنصف، ماذا أفعل من الآن وحتى أنام الساعة العاشرة؟ ما هذا الملل؟ أوه صحيح، سأتصل بزميلتي زهرة. أوف، ما هذا الملل؟ ماذا أفعل يا رب؟ أنا الحل الوحيد، أنا الممتع، أنا المسلي، افتحني وانظر ماذا في داخلي من برامج ممتعة ومسلية. مهلا يا سعاد، ماذا تفعلين؟ اتركي جهاز التلفاز وتعالي اقضي وقت فراغك معي، فانا فوائدي اكثر وافضل من فوائد التلفاز. لكن منها لن تذهبي معها، فالجلوس معها ممل، تعالي معي لتستمتعي. انك حقا لجاهل، ألا تعلم أن المتربي قال في أعز مكان في الدنيا سجل سابح وخير جليس في الزمان كتابه، فأنا نعم الأنيس في ساعة الوحدة، رعائي ممتلأ علما وظرفا مزحا وجدا، قيل عني شجرة تؤتي أكلها كل حين، زهرها لا يذبل وثمرها لا يفنى، فكيف تبتعد عن صحبتي وأنا صديق ورفيق؟ تملني ولا أملك، إذا أعطيتني أجبتك، وإذا أحتجتني أعطيتك، إذا قرأتني رفعت في الناس قدرك، وإذا ألفتني خلفت علي أيامي ذكرك، فمن ستجد مثلي يعطيك كل هذا؟ تعال يا صديقي وخذني بين يديك لآخذك بين أحضان صفحاتي، وامنحني وقتك وسوف أعطيك بحور من العلم وأفتح لك آفاق من المعرفة. صدقت يا كتابي، أنت أفضل صديق، فأكرم بك من صاحب وأعز بك من رفيق، بين صفحاتك وجدت المتعة والسرور، فلن أفارقك بعد اليوم أبدا. اسمي نمارة محمد الشهري من الصف الرابع ألف، وقدمت دور الكتاب. اسمي لين الشهري من الصف الرابع ألف، قدمت دور التلفاز. أنا اسمي يارا الشهري، الصف الرابع ألف، قمت بدور سعاد. وقد اتفقنا أن تكون عنوان المسرحية متعتي في كتابي، ونرجو أن تنال إعجابكم. وشكرا لكم.